متى كان القاتل من يقدم المساعدة؟ هؤلاء يريدون أن يجملوا وجههم القبيح الذي قتلوا به هذا الشعب المسلوم. الدكتور عدنان البرش، الطبيب الأسير الشهيد، فدائي مرابط وجراح غزة الذي اعتصم في مشافيها حتى اليوم الأخير. ولد عدنان أحمد البرش في 17 من سبتمبر عام 1974 في جباليا شمال القطاع، وفيه أمضى حياته حتى التفوق في الثانوية العامة، ليتخذ قراره بدراسة الطب في جامعة يانش الرومانية. تخصص في جراحة العظام والمفاصل وحصل على درجتي البورد الفلسطيني والأردني. لم تمنعه انشغالاته الطبية في الحصول على درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة الأزهر. كان دكتور عدنان أحد أمهر جراحي غزة الذي يشار لهم بالبنان، وتدرج في المناصب حتى تولى رئاسة قسم العظام في مستشفى الشفاء. مع بدء حرب الإبادة ظل الدكتور عدنان مرابطاً في الشفاء حتى اللحظات الأخيرة قبل احتلال المشفى، وتحت تهديد السلاح غادر مع زملائه وبقي في الشمال المحاصر متنقلاً بين مشافي كمال عدوان والعودة والإندونيسي. هناك تعرض داخله لإصابة إثر غارات جوية في محيطه خلال اقتحامها مشفى العودة، واقتادته إلى معسكر سيدي تمان. طوال 5 شهور تعرض البرش إلى جولات من التعذيب والتحقيق ارتقى على إثرها شهيداً، رافضاً الاعتراف أو التنازل للاحتلال أو المساومة على شرف مهنته وأمانتها. وبعد أسابيع من ارتقائه اعترف الاحتلال بقتله في 19 من إبريل عام 2024، مواصلاً احتجاز جثمانه حتى اليوم.